بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج جنة الأمومة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على بعض عوامل نجاح الحقن المجهري وبعض المشاكل اللي قد تقابلنا، وهي مشكلة من المشاكل الشهيرة جدا في عالم أمراض النساء عموما ومع الحقن المجهري خاصة. الموضوع النهاردة اللي بنتكلم عليه هو أورام الليفية وتأثيرها على نجاح عملية الحقن المجهري. الأورام الليفية من أكثر الأورام شيوعا عند النساء في الحوض، وبتمثل موجودة تقريبا في 25-50% من السيدات، ومعظم الحالات السيدات ما بتشتكيش منها خالص، ما بنكتشفهاش غير بالصدفة مع الكشف. وكأعراضها الأساسية بتبقى زيادة في الدورة الشهرية، عدم انتظام في الدورة الشهرية، أو بعض الأعراض الأخرى مثلا تأثيرا على المثانة على المستقيم. لكن كتأثير على الخصوبة والقدرة على الإنجاب تأثير غير ملموس وتأثير مش قوي صراحة يعني. طب احنا ليه بنتكلم على الموضوع ده؟ لان كتير قوي بنصادفنا الأورام الليفية واحنا مقدمين على عملية الحقن المجهري. عادة ما بتكون هي السبب الأساسي اللي احنا بنعمل له حقن مجهري، يعني احنا بنعمل حقن مجهري لسبب اخر. يعني كنت لسه بتكلم بقول ان تأثيرها في الخصوبة او القدرة الإنجاب مش كبير، يعني لازم يكون في اتنين ورم ليفي والاتنين زقين على الانابيب في الناحيتين، او يكون عندنا ورم ليفي كبير داخل تجويف الرحم، وكلها دي حاجات عشان تتكون او تبقى موجوده مش 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 نادره الحدوث يعني. طيب بنتكلم عليها برضو ليه تاني؟ لان احنا بنصادفها كتير، لان كتير قوي من السيدات اللي احنا بنكون مقررين عندهم ان احنا نعمل عمليه حقن مجهري، بنفاجئ او مع الكشف بنلاقي ان في اورام ليفيه. وبتيجي بقى نسال وبتدي نتسال هل الاورام الليفيه دي محتاجه علاج ولا مش محتاجه علاج. الاورام الليفيه عموما بتبقى اللي موجوده في جسم الرحم بتبقى موجوده في ثلاث اماكن، يا اما داخل تجويف الرحم، يا اما داخل جدار الرحم، يا اما على الجدار الخارجي للرحم. اقلهم اهميه بالنسبه لنا في عمليه الحقن المجهري واقلهم تاثيرا على نجاح هذه العمليه هو الاورام الليفيه اللي بتبقى موجوده خارج الجدار الرحم، تبقى خارج الرحم خالص. طب هل كل الاحجام هي بتبقى ملهاش قيمه او مؤثره او ما الى ذلك؟ لا، الدراسات اثبتت ان لو كان في ورم ليفي على جدار الرحم والورم ليفي ده كان حجمه لغايه من 5-7 سنتي بيترك لحاله، وبنسمح بعملية الحقن المجهري، وان شاء الله الحمل بيحدث وبنسبه مقاربه جدا للحالات الطبيعيه، والحمل بيكتمل وبيبقى مفيش مشاكل في الحمل. طيب لو كان حجمه اكتر من 5-7 سنتي بيستحسن له تدخل جراحي. التدخل الجراحي بتبقى عملية فتح بطن، وده بيستم استئصال الورم، وبتبقى عملية يعني الى حد ما اسهل من العمليات الاخرى اللي هي بتبقى داخل تجويف الرحم او تبقى داخل جدار الرحم، لكن بتبقى اساسية لان الورم الليفي اللي بيكون اكتر من 7 سنتي بيكون عامل تأثير على التغذية الدموية للرحم، ومؤثر على وضعية الرحم، وبعض الأحيان وبعض الحالات اللي أنا شفتها كان بيبقى عامل إن هو نفسه بيلف وبيخلي الرحم نفسه كله على بعضه يلف، ويبقى ده بيبقى عامل عدم اتزان للدورة الدموية
للرحم وكل عموما، وعلى القدرة على الإنجاب وعلى الخصوبة مرحلة بعد ذلك. طيب لو كان الورم الليفي ده مش داخل مش خارج الجدار، إنما لو كان داخل جدار الرحم، مش خارج الجدار لكن داخل الجدار، ده زي ما قلناه، ودي أكثر الأورام اللي فيها شيوعا، هي ده الأكثر والأعم. لازم نشوف حجمها وهل هي داخلة على بطانة الرحم ولا لا. لو كان الحجم لغاية 4 سنتي ممكن نسمح بمحاولة للحقن المجهري، ولو ان الدراسات بتقول ان في بعض الاحجام او بعض اللي هي حتى لو كان الحجم 4 سنتي 3 سنتي ممكن يؤثر على نجاح عملية الحقن المجهري. لو كانت الحجم اكتر من 4 سنتي بيستحسن ان يتم استئصال الورم الليفي قبل اجراء اي عملية حقن مجهري. طبعا لو كان الورم الليفي داخل الجدار وداخل على بطانة الرحم، ده بيبقى يعني سبب أكتر أو عامل أكتر لإجراء عملية استئصال الورم الليفي. بعض الدراسات بتقول إن أي حجم بيبقى يحتاج إلى إجراء العملية، لكن الكتب والدراسات الأعم بتقول إنه الحجم لغاية 4 سنتي ممكن يترك، وبرضه بيبقى حسب المكان بتاع الورم الليفي، هل هو قريب للبطانة يعني داخل التجويف أو خارج ناحية الجدار الخارجي للرحم. كل ما بعد ناحية الجدار الخارجي كل ما كان ممكن أنه يترك وما يتعملوش عملية. طيب لو كان داخل تجويف الرحم، داخل تجويف الرحم بيبقى يعني لابد من عمل استئصال جراحي له، والاستئصال الجراحي ده غالبا وبطريقة مثلى ان هو يتم بالمنظار الرحمي. المنظار الرحمي دي آلة بتبقى رفيعة جدا فيها عدسة بتخش داخل تجويف الرحم من عنق الرحم، وبتبقى متوصلة على مونيتور وشاشة، وبيبقى لها إضاءة، وبيبقى أكننا شغالين داخل تجويف الرحم، ودي طبعا بتبقى عملية دقيقة جدا، وبتبقى عملية محتاجة خبرة عشان الرحم ما يحصلوش أي مضاعفات من العملية دي. برضو احنا اتكلمنا على ثلاث أنواع. داخل التجويف بيبقى له استئصال ولازم استئصال عن طريق المنظار الرحمي، داخل الجدار حسب الحجم، وخارج الجدار عادة بيترك إلا لو كان حجمه كبير جدا. طب ايه الوسائل اللي عندنا اللي بنخلينا نشخص وان احنا نعرف الاحجام ونعرف المدى الاحتياج بتاعنا للجراحة ولا لا؟ عندنا كذا وسيلة. اولا الموجات الصوتية. الموجات الصوتية اللي هي موجودة عندنا في كل العيادات، لازم في حالات الأورام الليفية بعمل نوعين. النوع الأولاني اللي هو موجات صوتية عن طريق البطن، يعني بطلب من السيدة إنها تشرب مية كتير وتملى المثانة وما تخشش الحمام، وبعد كده نعمل الموجات الصوتية عشان ناخد صورة عامة وصورة أشمل للحوض وجزء الأسفل للبطن، وبعد كده بقول لها إن هي تخش الحمام وبتفضي المثانة، وبنعمل الموجات الصوتية المهبلية دي بتديك صورة واضحة جدا على الرحم، تجويف الرحم، وعلى الحجم بتاع الورم الليفي وعلاقته لتجويف الرحم والبطانة. طيب في حاجات تانية ممكن برضو نعملها في العيادة. في ممكن مع الموجات الصوتية سواء اللي هي على البطن او عن طريق المهمل، بنعمل حاجة اسمها الأشعة موجات صوتية زائد
حقن محلول ملح داخل تجويف الرحم، وده بيبقى من أكتر الوسائل المساعدة لتشخيص أورام الليفية داخل تجويف الرحم. بس هو كمان مش بيشخص الأورام الليفية فقط وهي اللي هي داخل التجويف، برضو لو في بعض تضخم البطانة، لو كان في نتوءات داخل بطانة الرحم، ده برضو من الحاجات اللي بيشمل لنا دراسة بطانة الرحم. فيبقى الأول وسيلة الموجات الصوتية بالنوعين، سواء على البطن أو طريق المهبل. تاني دراسة أو تاني معلومة بناخدها لما بنحقن محلول ملح داخل تجويف الرحم ونكمل بنعمل موجات صوتية، فبنشوف الورم الليفي حواليه سائل اللي احنا حقنينه وداخل تجويف الرحم. ده بنسميه سونو هيستروغرافي، وده بيدي صورة عام وأوضح للورم الليفي داخل داخل الرحم وداخل تجويف الرحم بالأخص. في معلومات تانية ممكن ناخدها، في حاجة ممكن نعملها اللي هي أشعة بالصبغة، دي مش هتعمل في العيادة، لازم تبقى لها أجهزة معينة. بتعتمد فكرتها ان احنا بنحقن معانا اتصال. أستاذة نادية من المغرب، أهلا يا فندم. مدام نادية من المغرب، أهلا يا فندم. بس أستاذة حضرتك تعالي حسك، للأسف الانقطاع، أرجو من سيادتك معادة الاتصال، الاتصال اتقطع. يبقى احنا كنا بنكمل بعض الدراسات اللي بنعملها عشان نعرف الموجات بالموجات الصوتية وحياه المساعدة، موجات صوتية على البطن، موجات صوتية على المهبل، موجات صوتية على المهبل أو على البطن، مع حقن محلول ملح داخل التجويف. والدراسة الثالثة كانت الأشعة بالصبغة. الأشعة بالصبغة بتبقى مهمة جدا لينا في كتشخيص لأي حالة بتجيلنا يعني مع تأخر الإنجاب، لأنها غير أنها بتدينا صورة على تجويف الرحم ولو في أورام ليفية سواء في عنق الرحم أو في الرحم، بتدينا صورة واضحة جدا على الأنابيب، وبتدينا صورة جدا هل في أي نوع من الالتصاقات حوالين الأنابيب ولا لأ، بتدينا صورة لمظهر أو شكل الرحم، هل الرحم ده شكله سليم، هل مقسوم، هل في رحمين، هل في عنقين رحم. فده الشكل الوظيفي والتشريحي للرحم بيبان به الأشعة بالصبغة، وهي من الحاجات الأساسية اللي يعني لابد إنها تتعمل وما نغفلهاش، لأنها برضو في بعض الأحيان بتكون لها فايدة علاجية. يعني في بعض الأحيان مع حقن الصبغة وحقن المادة اللي بتتحقن ممكن يكون، ومع الضغط ممكن لو في التصاقات خفيفة بتتفك، مع في لو في مخاط بسيط في الأنبوب، مع الفردة بتاعت الأنبوب على المبيض، بيحصل بعض التفاعلات اللي ممكن تساعدنا في حدوث الحمل. يعني حتى في بعض السيدات بتبقى متخيلة ان هي طالما عملتها مرة وربنا كرم والحمد لله حصل إنجاب، ان يبقى الحمل التاني ان شاء الله بنحتاجه، لكن هي بتبقى ما بنحتاجش، وان شاء الله يحصل مرة واثنين وثلاثة. بعيدا عن الأشعة بالصبغة، بنبقى محتاجين نحمل منظار. المنظار ده المنظار بيبقى منظار رحمي او منظار على البطن. المنظار الرحمي طبعا هو مفيد جدا، وبرضه بيساعدنا لو في بعض الاحيان ان احنا احتاجنا ان احنا نعمل استئصال عن طريق المنظار، بيبقى برضه في نفس السيتنج او في نفس العمليه. العيب الاساسي بتاع المنظار ان هو لابد انه يكون ما بيديش تقدير كامل للحجم بتاع الورم، يعني الاحجام بتبقى مش سليمه قوي، لان هو ممكن بيكبر قوي، فالواحد متخيل ان الحجم ده كبير جدا، لكن هو في حقيقه الامر مش كبير، هو حجم صغير.
يعني بعد ما بيطلعوا العينه بيلاقي انها حاجه صغيره جدا. اللي بيدي تقدير صح قوي للحجم هو الموجات الصوتيه والموجات الصوتيه مع محلول الملح. العيب الثاني للمنظار انه بيحتاج خبره ودقيق قوي في استخدامه، وممكن تستهلك وقت قوي، وبعض طول العمليه برضه بيبقى له بعض الاثار الجانبيه، لان المحلول اللي ممكن بيستخدم يبقى له بعض الاثار الجانبيه. لكن لو مع استخدامه ولو في خبره استخدامه بيبقى طبعا حل سريع وحل مفيد. وحتى ممكن السيده ما تحتاجش للحقن المجهري، يعني ممكن لو هو في ورم ليفي داخل تجويف الرحم واتعمل الورم الليفي ده وتم استئصاله بنجاح واستئصاله كامل ومن غير اي تعقيدات سواء للرحم او للبطانه، بيحصل حمل، ممكن يحصل حمل طبيعي وما نحتاجش عمليه الحقن المجهري. اللهم لو في سبب اخر مثلا كان انسداد انابيب او في سبب تاني في الزوج. بعد حد طبعا حد ممكن يعني يستفسر يسال طب ايه الاستخدام منظار البطن؟ منظار البطن عشان لو عايزين نقيم العلاقه بعض الاورام الليفيه بحجمهم للانابيب وهل لهم اي تاثير. وبرده في بعض الاحيان بنبقى بنحتاج ان احنا نستخدم المنظار الرحمي ومنظار البطن في نفس الوقت عشان نبقى عارفين بالظبط المقدار اللي احنا بنوصل له، ما نشيلش بطانه زياده او جزء كبير من جدار الرحم عشان ما يحصلش اي تفاعلات تاثر عندنا بعد كده، يعني ما يحصلش ثقب للرحم او ما يحصلش بعد كده التصاقات لبطانه الرحم. فدي برضو بتبقى من الحاجات المهمه عندنا اللي احنا كان بيبقى هي دي كحاجه تعليميه او حاجه ان احنا تبقى مراقبه وعدم وجود تعقيدات اثناء العمليه. في معانا اتصال استاذ عاصم. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي يا دكتور، انا مراتي كان عندها بطانه رحم مهاجره. اي فندم. وعملت العمليه، عملت منظار. اي فندم. وهي دلوقتي بقى لها شهرين عاملاها. ايوه. ولحد دلوقتي ما حصلش حمل، وانا تحليل بالسلب المنوي بتاعي 68% من 68 مليون. ايوه. الدكتور قال لي يعني لما بص تحليل قال لي التحليل بتاعك كويس. وبقى لها شهرين والدكتور ادها تنشيط ولحد دلوقتي ما حصلش حمل. اها. هل احنا كده ماشيين صح ولا ايه؟ انا هرد على حضرتك ان شاء الله في الحلقة. طب يا فندم يا ريت بعد اذنك. شكرا لحضرتك. ماشي. هو ده البطانة المهاجرة من الموضوعات المهمة اللي كنت ناوي اتكلم عليه النهاردة برضو مع بعد ما نكمل موضوع الأورام الليفية. بس طالما حصل استاذ عاصم اتصال، لا هو الهداء البطانة المهاجرة من الحاجات اللي هي من موضوعات مهمة في تأخر الحمل، وبيبقى لها كذا علاج، ممكن علاج دوائي، علاج جراحي، او حقن مجهري، وده طبعا حسب الحجم بتاعه. احنا الترتيب الاولويه بتاعنا ان احنا بنعمل له منظار، زي ما العمليه اتعملت بالنسبه للمدام الاستاذ عاصم، العمليه بتتعمل سواء بالمنظار او بعمليه جراحيه، يفضل طبعا باجراء بالمنظار، وبنشيل داء البطانه المهاجره او بنعمل لها كي، وبندي فرصه 6 اشهر، مش شهرين بقى، 6 اشهر بالعلاج. ويستحسن ان العلاج يا استاذ عاصم ان هو يكون علاج دوائي مع حقن، يعني الحقن بتجيب نتيجه هائله جدا في ضاء البطانه المهاجره. لو ما حصلش استجابه لا قدر الله للعلاج، انا يعني لازم تلجأوا الى حاجه من الوسائل المساعده اللي هي قد تصل الى الحقن المجهري. فهو احنا بي عندنا ترتيب للعلاج، نمشي الاول بنعمل جراحه خصوصا لو كان الحجم كبير، بعد الجراحه بنتجه للعلاج، ويكون العلاج مع حقن، يعني يكون التنشيط دوائي بالقراص زائد التنشيط بالحقن، اللي هي بعض الحقن اللي هي بتجيب تنشيط زائد عن الحد، وبيحصل معاها ان شاء الله محاولات لغايه 6 اشهر.
لو ما حصلش حمله بعد 6 اشهر لازم نتجه الى اي من وسائل المساعده اللي بتبتدي بتلقيح داخل حقن داخل الرحم الى الحقن المجهري واطفال الانابيب. برضو بنكمل موضوعنا بتاع الاورام الليفيه. الاورام الليفيه بيبقى العلاج بتاعها اساسا طب أنا ان شاء الله نطلع فاصل عشان ونعاود البرنامج بعد الفاصل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. هنتكلم في الجزء الثاني النهارده من الحلقه على داء البطانه الرحميه المهاجره. وده انا جالي اتصالات كتير قوي على الموضوع ده واسئله كتير قوي على الايميل على داء البطانه المهاجره. كان فينا بعض الناس بتبقى قلقانه هل هو في اي قلق منه ولا لا. طبعا هي حالة مرضية لكن الحمد لله غير سرطانية، وهي عبارة عن ظهور أنسجة بطانة الرحم في أماكن خارج المكان المخصص لها اللي هو داخل تجويف الرحم. يعني إزاي تبقى الأنسجة دي موجودة داخل المبيض حوالين قناة فالوب، في المثانة، في الأمعاء، في تجويف الرحم، تجويف البطن نفسه، ممكن تطلع حتى في الجلد، في الرئه، في اماكن غريبه جدا وحاجات واحد مش ممكن تخيل انها تبقى موجوده فيها. المشكله ان الانسجه دي هي يعني انسجه بطانه رحم، فهي بتتاثر طبعا زي ما انسجه بطانه الرحم بتتاثر بالهرمونات اللي بتبقى موجوده كل شهر، وخاصه هرمونات الاستروجين والبروجسترون، هي بتتاثر بيها برضه، بتتاثر بيها وبيحصل دورة في أماكن غير مفروض أن تبقى موجود فيها. يعني الأنسجة دي المهاجرة بتتأثر بالهرمونات اللي بتفرز من المبيض، وخاصة هرمون إيه؟ الإستروجين. طب إيه اللي بيحصل مع المتأثر؟ أما يحصل إن هي المستوى هرمون الإستروجين ده يبتدي يعلى يعلى يعلى، فيبتدي البطانة الأنسجة دي تكبر، وبعدين لو ما حصلش حمل بيبقى المستوى ده ينخفض مره واحده فجاه، فبيحصل زي نسف. النسف ده بيؤدي ايه؟ ده بيؤدي لنزول دم دوره وشهريه. كل شهر ده بيحصل نزيف في الانسجه دي. فالنسف ده بيحصل تكوين اكياس نمره واحد، نمره اتنين الدم ده بيؤدي الى وجود التصاقات. فيبقى احنا ده البطانه المهاجره كتير قوي بنتسال عليه، لان هو بيؤدي الى اعراض واضحه عندنا. اشهر عرض بيجي لنا ان السيدات بتشتكي منه اللي هو التاخر الانجاب. احنا عندنا السيدات بتوعنا يعني حمولات، وحتى لو في الم اثناء الدوره، في الم اثناء الجماع، برضو بيبقى يعني متكتمين الموضوع ده، وبيبقاش فيه قوي افصاح عن سواء الم في الدوره، الم اثناء الجماع. وهي من الحاجات المشهوره اللي بتيجي معها داء البطانه، يعني هي السيده بتبقى جايه لك في العياده بتشتكي من تاخر الحمل او عدم القدره على الانجاب، ولما تيجي بقى تسالها تقول لك في الدوره، تبتدي تشرح لك الوجع بالذات بيبقى موجود اثناء الدوره ازاي، وتيجي تسالك تقول لك، لكن هي مش جايه اساسا عشان خاطر الالام دي، هي جايه اساسا عشان خاطر الحمل. لكن هم ده بيبقى سلوس، السلوس بيبقى موجود مع بعضه، تاخر الحمل مع الام شديدة أثناء الدورة شهرية ما قبلها وما بعدها، وألام أثناء العلاقة الزوجية أو أثناء الجماع. طيب بنعمل له إيه؟ أو هو السبب بتاعه إيه؟ السبب بتاعه إلى الآن المرض اللي بقى له نظريات كتير قوي لحدوثه بيبقى عادة غير معروف. الباحثين
عملوا دراسات كتير جدا. قال ساعات قال لك ان هو ده بيبقى نتيجه ضيق في بطانه عنق الرحم، الدوره بتيجي في اتجاه معاكس، يعني اسباب كتير قوي. الارجح ان هو له اسباب مناعيه نتيجه مشاكل في المناعه، او اسباب وراثيه، او الاسباب الاثنين مجتمعين، او الاسباب ثلاثه او اربعه مجتمعه. الى الان محدش عارف له سبب، لان ده مش معروف لسبب، منتهى الامانه بيبقاش معروف طرق وقايه منه. لكن اللي اكيد ان هو الحمل نفسه من الحاجات اللي بتساعد علاج الداء البطانه المهاجره. يعني انا اما بتجي لي واحده وعندها كيس دموي او كيس سميم، بنسميه كيس شوكولاته او شوكليت سيست، او اللي هو بيسميه داء البطانه المهاجره، بقول لها ان احسن علاج ان يحصل حمل. فلو حصل حمل كل الاعراض، كل الاكياس، كل داء البطانه بتتعالج بتختفي. ليه اللي بيحصل علاج ايه؟ لان هو في اثناء فتره الحمل بيحصل علو الهرمون معين اسمه البروجسترون، والهرمون البروجسترون ده ما بيعلى بدرجه عاليه جدا بيحصل يعني بياكل وبيحرق داء البطانه المهاجره. يعني بيبقى علاج ساحر وعلاج مستديم للبطانه المهاجره. فبيبقى ده، فبيقول لك طب ما هي جايه لك اصلا عشان بتشتكي من الحمل. فيقول لك الحمد لله لو قدرنا يحصل حمل ده هيساعد جدا العلاج بتاعنا. الاعراض بتاعنا احنا قلناهم، بيحصل تاخر في الحمل وفي الانجاب، التاخر في الحمل ده يعني داء البطانه بيمثل حوالي من 10 ل 15% من اسباب تاخر الحمل. ودي نسبه مش قليله طبعا، لان نسبه كتيره، ومن الحاجات اللي هي تبقى علاجها اصعب من العجات من الحالات العاديه. لكن في حالات كتير جدا كان عندهم داء البطانه وحملوا من غير ما يعملوا عمليات، من غير ما يعملوا علاجات، من غير ما يعملوا حقن مجهري، وده طبعا بيبقى رزق من عند ربنا. في حاجات بتساعد على زياده البطانه او انها تحدث، في سن معين من 30 ل 44، السمنه المفرطه، تناول الكافيين بصوره اكثر من المعتاد، التدخين، الكحوليات. الحاجات دي بتساعد او بتزود حدوث داء البطانه المهاجره. الاعراض زي ما احنا قلنا، تاخر في الانجاب، الام اثناء الدوره، الام اثناء العلاقه الزوجيه، والام حسب الوجود البطانه المهاجره دي فين بالظبط. لو في على الامعاء ممكن تعمل لنا الام اثناء التبرز او الاخراج، ممكن تعمل لنا الام اثناء التبول، ممكن تعمل لنا زياده في الدوره الشهريه او في زياده في الافرازات المهبليه. كل ده والالتهابات برضو كل ده بيبقى زياده لوصول الدم بصوره اكتر للحوض. العلاج بتاعنا بيبقى حسب احنا محتاجين حمل ولا لا. لو احنا محتاجين حمل، ودي في الاغلب، لان قلت زي ما كنت بديت كلامي قلت ان احنا الاعراض رغم ان هي بتبقى موجوده، الام اثناء الدوره الشهريه، الام اثناء العلاقه الزوجيه، لكن الحاجات دي بيبقى للعاداتنا وتقاليدنا وظروفنا الشرقيه بيبقى فيها التكتم، يعني بتبقى في اضيق الحدود اللي هنتكلم فيها. عاده لما نيجي نبقى بنروح نكشف نبقى لتاخر في الانجاب، فعاده بيبقى في تاخر الانجاب. حسب الدرجه بتاعتنا وحسب الـ 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 الاحتياج بتاعنا. لو كان تشخيصنا ان هو في داء بطانه مهاجره لكن درجه بسيطه، يعني احنا بنقسمها الى درجات، درجه مايلد او هي الخفيفه، درجه متوسطه اللي نسميها مودريت، ودرجه شديده او اللي هي سيفير. لو كانت درجه مايلد بنبتدي على طول العلاج الدوائي لمحفز للانجاب. العلاج الدوائي بيبقى بصورة بعض الأدوية اللي هي بتساعد حدوث التبويض مع بعض الحقن المساعدة.
يعني بنستخدم الاثنين مع بعض. هل بنتجه للعلاجات الجراحيه؟ بنتجه لو ما حصلش حمل بعد 6 اشهر، يعني لو ادينا فرصه 6 اشهر من غير ما يحصل حمل بنتجه للمنظار. ليه بنعمل المنظار؟ طيب ما هو ممكن يبقى ما فيش حاجه واضحه قوي لداء البطانه او حاجه بسيطه جدا، ممكن البسيط ده يكون ده هو اللي ظاهر. ممكن لما نعمل المنظار نلاقي ان هو داء البطانه ده منتشر طريقة شديدة في الحوض، بيبقى عامل التصاقات شديدة في الأنابيب، ممكن نساعد ان احنا نفك هذه الالتصاقات، او بالعكس اما نشوف الالتصاقات الشديدة دي نقول لك لا، طريقة الحمل الطبيعية او طريقة التنشيط الطبيعية مش هتنفع، لازم نتجه الى حقن مجهري او نتجه الى اطفال انابيب. فهيبقى الفرص حسب الوضع اللي احنا شايفينه مع اول الزيارة. لو هي داء البطانة المهاجرة بدرجة خفيفة بنبتدي بنحاول العلاج الدوائي مع الحقن. نمرة 2 بنتجه إلى العلاج الجراحي اللي هو عادة بيبقى منظار، بنبص على الرحم، بنبص على الأنابيب، بنبص على برضو بيبقى في عندنا فرصة إن احنا نقيم العوامل الأخرى، نقيم الرحم، نقيم الأنابيب، هل انابيب العلاقه ما بين الانبوب والمبيض سليمه؟ يبقى احنا استفدنا ان احنا عالجنا او حكمنا بصوره اوضح وادق واعم على داء البطانه المهاجره، وفي نفس الوقت عملنا تقييم للعوامل الاخرى المؤثره في القدره على الانجاب، زي وجود اورام ليفيه مثلا في الرحم، شكل الرحم هل هو تشريحيا سليم؟ معنا اتصال. انا مدام الهام، مدام ريهام، انا اسف. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ ايوه يا فندم انا معاك يا دكتوره. حضرتك انا متجوزه بقالي سنه ونص وعملت تحاليل هرمونات. طب علي حضرتك حسك شويه عشان مش سامع قوي. انا متجوزه بقالي سنه ونص. اهلا يا فندم. وعملت تحاليل هرمونات، تحليل الجوزي كويس. ايوه. تحليل عندي تحليل البروجسترون 15.3. كويس جدا. والتي اس اتش 2.7. كويس برضو. والاف اس اتش 10.25. انت عندك كام سنه؟ عندي 18 سنه. 18 سنه؟ اه 18. اه. والاف اس اتش خلاص يا دكتور؟ اه سامعك. الاف اس اتش 10.25. والال اتش؟ والال اتش 10.36. الدورة الشهرية بتبقى منتظمة ولا بتتأخر؟ لا منتظمة. ما فيهاش أي تأخير يعني. بس هي حاليا دلوقتي متأخرة يعني. دلوقتي متأخرة؟ طب ما عملتي اختبار حمل؟ لا ما عملتش اختبار حمل لسه. طيب لو متاخره اعملي اختبار، لو هي دي اول مره تاخر يعني اعملي اختبار حمل. لا تتاخر يعني يومين تاني بعديها تيجي. طيب. ممكن اخد قالت الدكتوره تديني برشام بينزلها. اه. لا احنا طبعا احنا يعني عملت شعب الصبغه طلعت كويسه. اه طب كويس. الدكتوره طالبه مني دلوقتي منظار رحمي وبطني. ماشي. هو طبعا طالما طالما احنا يعني ده ترتيب صح جدا اللي حضرتك مشيتي بيه ده، ان عملنا تحليل الزوج وسليم، وعملنا التحاليل هرمونيه وطلعت انها الحمد لله سليمه، لازم نحكم على الانابيب وده اتعمل اشعه بالصبغه. زي ما بقول برضو بكلم ان داء البطانه المهاجره اللي احنا بنتكلم عليه ده ممكن ما يبانش الا بالمنظار البطن. فيعني بنصح مدام ريهام ان هي طالما التحاليل كانت سليمه وتحليل الزوج سليمه واشعه بالصبغه سليمه، هتيجي يقول لك طب احنا نعمل المنظار ليه؟ لان في بعض الحالات لا تشخص الا بمنظار البطن، وفي بعض الحالات لا تشخص الا بمنظار الرحم. فمش معنى ان انا عملت حاجه واثنين وثلاثه ان الرابعه ما بيطلعش فيها مشكله، لا ممكن الرابعه دي هي اللي تبين ان في التصاقات في الحوض، ان في داء البطانه موجوده في الحوض. فده مهمه جدا، وطالما انا ماشي بالتسلسل يعني انا طالع دور
يعني ده تسلسل طبيعي ل ده تسلسل طبيعي للتحاليل اللي نعملها. نعمل تحليل للزوج، تحليل للزوجة هرمونية، نعمل أشعة بالصبغة، ثم نتجه إلى حقن المنظار. والمنظار الميزة الأساسية أنه بيشخص لنا، بيعالج، بيوريك السكة. يعني ممكن يقول لك والله الحمل مش ممكن يحصل بالطريقة الطبيعية، أو ممكن يحصل بالطريقة الطبيعية، نتجه لحقن مجهري أو ما نتجهش. وربنا يوفق الجميع ويدي كل اللي بيطلب الإنجاب طلبه. وأنا بيسعدني أن أنا كنت معاكم النهاردة، ويكمل إن شاء الله كلامنا في الحلقة القادمة من برنامج جنة الأمومة، وعن الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وجميع الوسائل المساعدة للإنجاب بإذن الله تعالى إن شاء الله. وبشكركم على حسن استماعكم، وإن شاء الله أرجو أن أكون كنت مفيد لكم، وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.